بيكم في قناة ألعابي. يلا نلعب يا أصحابي. ازيكم يا أصحابي، وحشتوني جدا. النهاردة جايبة لكم لعبة حلوة قوي، ومعانا كمان مجموعة ألعاب جميلة جدا شفناها مع بعض قبل كده، بس تعالوا نبص عليها كده مرة تانية مع بعض قبل ما نشوف لعبتنا الجديدة. معانا الجنود بتوع الجيش اللي احنا بنحارب الأعداء بيهم، والجنود بتوعنا دول طبعا هم اللي بيحموا البلد. معانا كمان معانا كمان مدرعة. تعالي كده يا مدرعة، بصي كده لأصحابنا ووريهم وعرفيهم على نفسك. المدرعة بتاعتنا دي طبعا اللي بتنزل في حالات الطوارئ جوه البلد، علشان عشان تحمي البلد من الناس الأعداء الأشرار اللي بيحاولوا يهددوا أمن البلد بتاعتنا. وكمان في حاجة زي الدبابة، بصوا معايا كده، دي اسمها دبابة. الدبابة كده بتعمل تضرب نار كده في كل الاتجاهات، علشان علشان تحمي برضو البلد من الاعداء بتوعها. كمان معانا هنا معانا طيارة هليكوبتر. واو، ده الطيارة الهليكوبتر دي جميلة قوي، بتطير برضو يا اصحابي كده في الجو، علشان علشان تحارب الاعداء منين؟ من الجو. احنا بنحارب من الجو والبحر والارض، صح؟ فبترجع بقى نحط طيارة هنا كده، ودي برضو مدرعة تانية بتاعت الجيش برضو، بس دي لونها لونها زيتي، لونها جميل قوي يا اصحابي، بصوا زي المدرعة التانية، بس المدرعة التانية لونها بيج. واو، معانا كمان يا اصحابي، بصوا معانا كده، ده كمان الجنود بتوعنا كل واحد شايل سلاح، شوفوا شايل بندقية، واللي شايل مسدس، واللي شايل ده شايل ار بي جي. واو، طب تعالوا كده نشوف كمان معانا انا وقعت الجندي اللي واقف هنا، لا اقف هنا كده جنب المدرعة بتاعتك. معانا كمان طيارة نفاسة. واو، الطيارات النفاسة دي سريعة جدا، دي بيقولوا عليها اسرع من من الصوت، رهيبة. الطيارات سريعة جدا يا اصحابي، وبتهاجم برضو وبتضرب صواريخ. اهي شوفوا طيارة شايلة ست صواريخ، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وفي واحد هنا كمان رابع اهو، بصوا يعني شايلة 8 صواريخ. دي طيارة قوية جدا يا اصحابي، تعالوا نحطها كده ونشوف احنا معانا كمان ممكن نساعد بيه برضو الجيش بتاعنا علشان يحارب العدو. تا 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 تا، معانا بصوا معايا اصحابي دبابة، معانا دبابة، دبابة جميلة قوي. ايه ده، الدبابة دي قوية جدا، وفيها هنا حاجة بتطلع صوت. ايه ده يا اصحابي، هي دي دبابة بس؟ لا لا لا، ده انا شايفة في حاجة رجلين واقفة فوق اهي. ايه الرجلين دي يا اصحابي؟ انتوا مش قلتولي ان هي دبابة؟ بصوا كده يا اصحابي، تا 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 تا، ايه ده انسان آلي، مش ممكن، ده روبوت ولا ده عايزين نعرف ده يا اصحابي. بصوا كده معايا، ايه ده زي مين؟ ده زي مين لابس زي مين؟ حد فيكم يعرف يا اصحابي لابس زي مين؟ عايزين بقى، عايزاكم يا اصحابي كل اصحابنا اللي يعرفوا الشخصيه دي، هي كانت موجوده في كرتون قديم شويه بس اكيد انتوا عارفينه، او ماما او بابا عارفينه، يساعدونا ويقولوا لنا الشخصيه دي اسمها واو، ده المتحولون. طبعا كلنا بنحب سيارات المتحولون، بس احنا النهارده جايبين المتحول بتاعنا بيتحول لايه؟ لدبابه. طب يا ترى المتحول بتاعنا ده شكله والدبابة بتاعته شكلها واو، بصوا يا اصحابي معايا كده، ده في شخصيات كتير قوي من المتحولين دول، بصوا كده معايا نبص عليهم واحد واحد. اول واحد هنا ده كابتن امريكا، ده شكل كابتن امريكا خالص، بصوا كده واو. ومعانا مين كمان؟ ومعانا هنا كمان متحول تاني بيتحول لسيارة، وكمان ومتحول بيتحول لطيارة، وهنا المتحول بتاعنا اللي احنا جايبينه اللي بيتحول لدبابة، بصوا، وفي هنا بيتحول لمدرعة بتضرب صواريخ، شايفين الصواريخ يا اصحابي؟ وكمان متحول هنا بيتحول لطيارة نفاسة، يعني زي زي الجيش بالظبط. وهنا في متحول هنا بس برضو الاستيكر ده مش مبينه، وهنا برضو شوفوا لمدرعة تانية شكلها عامل ازاي. واو، ده المتحولين دول كتير قوي وليهم اشكال كتير يا اصحابي، زي ما احنا اتفقنا كده احنا جايبين الشكل اللي بيتحول دبابة النهاردة، بس اكيد اكيد هجيب لكم حاجات تانية كتير، ممكن كمان نجيب كل الاشكال. تعالوا بقى نفتح مع بعض لعبتنا ونشوف المتحول بتاعنا شكله السيارة المتحولة بتاعتنا دي، بس دي دبابة متحولة.
متحوله بقى، دي دبابه خطيره جدا. واو نتفرج مع بعض على الايه، على المتحول بتاعنا الجامد قوي ده. واو تعالوا بقى ايه نفتح كده. ايه ده يا اصحابي، ده جميل جدا وخطير. بصوا يا اصحابي، بصوا المتحول بتاعنا شكله عامل ازاي، ده جميل قوي. شايفين يا اصحابي اللي انا شايفاه؟ ايه ده، شايفين راسه؟ ده ليه مفاصل كتير قوي. بصوا رجليه بتتحرك ازاي، وكمان ايه وسطه، وكمان راسه. شوفوا راسه نفسها بتلف ازاي. تعالوا كده نشوف، نعمل دي كده، راسه ايه بتلف ازاي. شايفين يا اصحابي؟ وكمان هنا ايه الجزء ده بيطلع كده عشان يضرب بيه الاعداء. بتيجي نوقفه كده ونشوفه بيقف ولا لا. واو شايفين يا اصحابي اللي انا شايفاه، ده المتحول ده قوي جدا، ده قوي جدا. وهنا ايه معاه صواريخ كمان وحاجات بيضرب بيها نار. واو معاه هنا كمان ايه، شوفوا هنا كده حاجات ايه بتضرب برضو. واو ايه ده، بصوا يا اصحابي، بصوا على كل تفصيله فيه كده. ايه ده، رجليه قويه جدا. واو ده ضخم قوي يا اصحابي، خدتوا بالكم من الجزء ده؟ شايفين ايه ده ضخم قوي قوي قوي. واو ضخم جدا يا اصحابي. تعالوا بقى ايه نحوله لدبابه، احسن انا خفت منه قوي قوي. تعالوا بقى بينا نحوله لدبابه على طول. واو شكله جامد جدا يا اصحابي. طب تعالوا بقى كده نشوف مع بعض هو بيتحول ازاي. تيجوا بقى نحوله مع بعض لدبابه ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. تعالوا بقى اول حاجه كده هنعملها، هنعمل الحته دي الجزء ده كده كده. شوفوا المفصل بتاع ايه راسه والحته الجزء اللي في النص ده يا اصحابي. شوفوا اهو هنتني كده اهو، معلش دي وقعت هنركبها. ما نخافش خالص لما اي حاجه تقع منه، لان هو اصلا كل حاجه فيه ليها مفاصل ونقدر ايه نشيلها ونركبها تاني. اهو بصوا يا اصحابي كده، بعدين نعمل دي كده اهي، هنظبط بقى رجلي. واو وندخل دي كده، رجلي هندخلها كده، وبعدين نعمل الجزء ده كده اهو، هنقلبه كده وندخلها كده الناحية التانية برضو يا اصحابي. بصوا طبعا كل اصحابنا بيحبوا الايه المتحولون وسيارات المتحولون والحاجات دي، عشان ايه بيحبوا يعملوا بيها حرب ويعملوا بيها حاجات كتير جميلة جدا، ويعملوا زي الجيش اللي ايه اللي بيدافع عن بلدنا وايه ويحافظ على الامن بتاعنا. هنحولها بقى ايه لدبابة خطيرة كده، هتضرب نار وتعمل حاجات جامدة جدا. هنركب دي كده بس بقى عشان نثبتها ايه مظبوط. واو ايه ده يا اصحابي، بقى شكلها جميل قوي. شوفوا واو بصوا معايا اصحابي كده، تعالوا نلفها كده ونشوف الجمال ده. واو شوفوا دي كمان بتلف كده وايه وبتضرب نار وبتعمل حاجات جامده جدا، وفيها صواريخ من فوق، وده المدفع اللي ايه اللي بتضرب منه. دي دبابه خطيره قوي. شوفوا ما عادتش باينه خالص يا اصحابي ان هي ايه روبوت او انسان آلي. شوفوا كمان راسه ما عادتش باينه خالص اهو. بي 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 بي. شوفوا بقى زي الدبابة الحقيقية بالظبط اهي. شايفين دي دبابة ودي دبابة، دي لها ايه، دي لها اطار كده بيمشي على العجل بتاعها تحت العجل بتاعها، والتانية برضو كده اهو. شوفوا ودي برضو هنا كده ايه بتضرب نار اهي، ودي بتضرب نار، بس دي كمان لها ايه مكبر صوت عشان يطلعوا يقولوا ايه بقى، وسعوا الطريق وسعوا الطريق وسعوا الطريق للدبابة عشان تحارب الأشرار. بي 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 بي. دي جميلة قوي يا أصحابي، أنا حبيتها جدا، يا رب انتوا كمان تكونوا حبيتوها. تعالوا كده بقى نرجعها إنسان آلي ونشوفها ترجع ازاي، دي هتبقى حلوة جدا.
طبعا هو بقى باين خالص ان هو مش هينفع يرجع تاني، بس احنا بقى هنرجعه بسهوله جدا يا اصحابي. اول حاجه بنفك الايه، بنفك الجزء اللي فوق ده اهو، شوف كده بنطلعه كده اهو، بصوا بسهوله جدا، هو اصلا سهل قوي في تركيبه وفكه. هنشيل الجزء ده كده اهو، وبعدين نقوم مدخلينه كده. يا سلام فكيناه اهو، واو ايه ده، بصوا يا اصحابي. هننزل رجليه كمان كده اهو، واو تا تا تا، ده جامد جدا يا اصحابي. شايفين عمل ازاي اهو، ونعمل دي كده مثلا عشان ايه، نضرب نار، نضرب نار ايه منه اهو كده، واو ده قوي جدا يا اصحابي. شايفين ايه رايكم بقى في لعبه النهارده؟ يا رب تكون عجبتنا، عجبتكم كلكم. ما تنسوش يا اصحابي تشتركوا في القناه، تضغطوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تعلموا على علامه الجرس علشان تقدروا يوصلكم كل الالعاب بتاعتنا الجديده اللي بنجيبها لكم. وكمان عايزاكم تستنوني بكره مع لعبه جديده ومقطع جديد من قناتكم الجميله، قناه العابي. وما تنسوش يا اصحابي تكتبوا لي في التعليقات لعبتنا عجبتكم ولا لا، واشوفكم بكره، باي باي.